الو، عيط لك باش تجيب معك الخبز وانت جاي. هي وما تنساش العشيه تديني لدارنا. وشني هذه كثر خرجاتي؟ خويا تقمت روحي في الدار وانت راني نخرج. انا راني كل يوم في دار بويا، حكا راني نروح نبقى مرتين في السمانه. لا لا خويا تبدلت عليا قبل الزواج، ما كنتش تقول لي كيما هاك. انا قلت لك ولي نولي نروح لهم من عيد العيد. هي ما كذبتش عليك، اليوم عيد الشجره. كملنا يوي، رجعتي قشة صديرة، خلصتي الخياطة. مازال ما خلصتيهاش، عادي مرمديها في الخلاص كيما مرمدتك في الخياطة. درك رواحي سعدي بك الحادقة، نبداو حياة جديدة. بدلي اسم الفيسبوك من مينوش الفرفوشة لزوجي قرة عيني، وما تنسايش تدخلي جروب عجوزي وسلفاتي وما داروا فيا. وحتى إذا ما داروا فيك والو عادي أدخليه، عادات وتقاليد. كملنا مع المرأة، نروحوا للراجل. هيا أنت ثاني رجع كرس الكورتاج لصاحبك، وروح خلص ديوناتك بدراهم الباروك، وأرواح نحكيو على حياة ما بعد الزواج، وتحديدا المرحلة الأولى اللي يصرى فيها ما يسمى باكتئاب ما بعد الزواج. يعتبر اكتئاب ما بعد الزواج ظاهرة طبيعية تحدث خلال الحياة الزوجية، وكاين بزاف اللي تعرضوا لها، وهذا بسبب المرحلة الانتقالية والتغييرات الجديدة اللي تطرأ عليها. أسباب الاكتئاب ما بعد الزواج تختلف من شخص لآخر. كاين اللي يصابوا بهذا الاكتئاب نتيجة البعد عن الأهل، وخاصة عند الفتاة اللي ولد لها شعور بالوحدة. يعني يمكن لزيارة الأهل بعد الزواج أنه يخفف شوية من أعراض الاكتئاب عند الزوجة. بيناتنا اللي اخترع رد الزيارة ورد السبوع يفهم. يما وين القبلة؟ يلا أحس أني من زمان عن هالمكان، أنا تايهة. وين الباب؟ كيف أطلع من هنا؟ وكاين سبب آخر للإصابة بهذا الاكتئاب، واللي هو الأحلام الوردية. يعني مثلا تلقى المرأة تحلم باللي بعد الزواج يولوا يتضاربوا بالمخايط ويطير الريش. بيناتنا وين راح يطير الريش وانت جايبت له مخايط عصوف في الجهاز؟ واللي تزيد تقهرك أكثر تكون مطلعة سقف توقعاتها لدرجة تقول لك ايه ندي راجل يولي كل عشية يخرجني، وهو يكون يحلم يدي امرأة كل صباح تفطرو كيما الأتراك. لا هو يفطر الصباح ولا هي تخرج العشية. ومن بين الأسباب اللي ذكروها الأخصائيين للإصابة بهذا الاكتئاب هي المقارنة. يعني المرأة تولي تحوس على نسخة من باباها، وكان نهار تقلط وتنسى باش تجيب لها حاجة تقولي كيه أنا أبوي كان مقلشني، كان باني لي تاج محل فوق السطح، وهو تحاسبني بربي كان يجيب لها صابون الطرف نص لوجهها ونص للبسة. ونفس الشيء بالنسبة للرجل، وين يولي يحوس على نسخة من يمه في زوجته. يعني عقلية باب الحارة ومعتز وخيرية قا خطينا منها، هنا تخلص عليك كيما أبو بدر. وبحسب عالمة النفس جوزلين تشارنس، لقات باللي من بين الأسباب أيضا هو الزفاف بحد ذاته ولا يوم الاحتفال. يعني تضرب عام ونتايا توجد وحالتك حالة، ومن بعدها الشهر التالي يكونوا قاع دايرين بك الدار ومتهلين فيك، وقا خلوه راه عريس وقا خلوه راه عروسة ومكش لي يهضر معاكم. وبعد قا يفوت العرس وتتفرق اللمة يجيكم هذاك الشعور بالوحدة. وهي بيناتنا عندهم الحق، خويا راهم رايحين يفرزوا الدار، كاين ناس تعرس وناس تهرس. وكان جو نتبعوا الأسباب هي حصراه ما تخلصش، هاتفه ترفد. لكن الحمد لله كاين حلول، ومن بين هاد الحلول المقترحة من طرف خبراء العلاقات الزوجية هو التفكير بواقعية وخفض سقف التوقعات باش هذاك السقف ما يطيحش عليكم بعد الزواج. وأيضا خفض التفكير السلبي ورفع مستوى الوعي، ودائما فتح مجال للحوار بين الشريكين، وما ننساوش احترام خصوصية الطرفين. الو، مش حوسوا حضارنا، كي تولي جاي جيب لي معاك بانكيك. علاه ما تجيبش؟ ايه وراها ميامات بوي، كنت اللي نقولها تحضر. انا مانيش وجه بانكيك، احنا موالفين طيبوا البقري بصابون الطرف. واش خاصه صابون الطرف ينقي الامعاء؟ خلاص بطلت ما قلتش.